تحتفل مصر اليوم بذكرى عيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين. في 9 سبتمبر من كل عام تحتفل مصر بعيد الفلاح، يوم يعيد للأذهان لحظة إصدار قانون الإصلاح الزراعي تكريما للفلاح ولعطائه الذي لم ينقطع يوما عبر تاريخ طويل ممتد، ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد في توفير الغذاء لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة وصونا لاستقلال قراره الوطني. الاحتفال بعيد الفلاح المصري بدأ مباشرة عقب ثورة 23 يوليو عام 1952 وصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد سقف الملكية الزراعية بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاح الذي عانى كثيرا من الظلم والاستبداد. سنوات طويلة مرت بعد ذلك، عانى خلالها الفلاح كثيرا كما عانت الأرض الزراعية المصرية، فتقلصت مساحتها بسبب الكثير من الأنشطة مثل البناء العشوائي والجائر عليها وتجريفها أو غيرها من الأنشطة. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، توجهت الدولة وبكل مؤسساتها نحو الفلاح والأرض الزراعية، فأنصفت القرية المصرية وكرم الفلاح من خلال تطوير القرى ضمن المشروع القومي حياة كريمة ومساعدة الفلاحين على مواصلة العمل والإنتاج، بالإضافة إلى السعي وبكل قوة نحو نهضة زراعية شاملة بمشاريع قومية للتوسع الأفقي في الزراعة واستصلاح الصحراء والاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية وتوفير الأسمدة. كما دشنت الدولة منظومة الحيازة الإلكترونية أو ما يعرف بكارت الفلاح، وهي إحدى المنظومات التي تهدف إلى حماية حقوق الفلاح، وتسعى من خلالها الدولة إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة وتقنين أوضاع وضع اليد وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. التاريخ يحدثنا أن المصري القديم أول من عرف الزراعة، وأن من هذه الأرض الطيبة أغيث الناس في سنوات القحط، ولعل ما أنجز في السنوات الثمانية الماضية مثل حائط صد قوي لمسه كل مصري خلال أزمة جائحة كورونا، بل وفي الوقت الراهن مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد الغذائية حول العالم وفي أغناه وأكثره تقدماً.